واحد بيقول انا عندي ابنين، ولد في اولى ثانوي والثاني في سادسه ابتدائي، وسني 41 عام، ومراتي 40 عام، وحامل في 40 يوم، وخايف اجيب عيل اتعبه يعني من ناحيه الماليه، يعني مش ضامنها، انزله ام لا؟ لا، تنزله تبقى قاتل نفس، نفس يريد لها الله الحياه وانت بتمدحم الحياه. اذا كنت مش عايز عيال يبقى ما تخليش مراتك تحبل، لكن ما دام حبلت اصبحت المساله مش في ايدك. الاجهاض هو جريمه قتل. الحاله الوحيده اللي بنسمح فيها بالاجهاض لو كانت الام هتموت في الولاده، فانقاذا ليها لما ينزل كائن لم يتكون بعد، احسن ما تموت واحده لها كيان قائم.